حضرتك. طيب دكتور، الأب والأم تمام. لازم يكون عندهم صفات معينة علشان يقدروا يعملوا كل اللي انتي قلتيه ده؟ أكيد ايه بقى؟ من أهم الصفات ديت إن هم يكونوا أسواق نفسيا. في ماليزيا دلوقتي بيعملوا اختبارات تأهيل قبل الزواج للزواج. يعني ايه؟ بيبتدوا كده يفلتروا الزوج والزوجة، انت تصلح ولا لا تصلح للزواج. ومن خلال الجلسات او الكورسات اللي بيبتدوها للمتزوجين قبل الزواج، بيبتدوا يطلعوا شهادات تأهلهم ان هم يمارسوا الموضوع دوت وينجبوا ولا لا. الحاجة التانية ان احنا المفروض لما نيجي ننجب اطفال يبقى عندنا نية في الانجاب. يعني انا هنجب ليه؟ انا ايه نيتي في الزواج؟ انا عايز ابني يبقى ايه لما يكبر؟ الحاجة الثالثة يكون عندي حسن خلق في التعامل معاهم وحسن صلة بالله. الحاجة اللي بعد كده ان انا اكون حازم، حازم ولين، اكون معتدل وسطي زي ما قلنا قبل كده. وقت الجد جد، وقت الهزار هزار، ما ينفعش ان انا اديله امر وارجع فيه، واعمل حدود. الحاجة اللي بعد كده ان انا اكون متصابي، لان التصابي مع ابني بيحسسه ان في رصيد نفسي كفايه يمكنه ان هو يتعامل معايا بشكل كويس. رصيد المحبه بيخليه يسمع كلامي، ما يكونش عدواني. الحاجه اللي بعد كده ان انا يكون عندي حكمه، حكمه في التعامل. يعني امتى ازعق، امتى اقول لا، امتى اضحك، امتى اعاقبه، امتى اكافئه، امتى امدحه. الموضوع دوت مهم جدا. والنقطة الأخيرة ان انا يكون عندي ثقافة، علشان الطفل عبارة عن مجموعة أسئلة متحركة، فلازم يكون عندي ثقافة كويسة مناسبة لسنه، بحيث ان انا اجاوب على الأسئلة بتاعته بشكل كويس.